أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي. وتقدم الرئيس السيسي بخالص التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا للعراق ولشعبها الشقيق كل الخير والازدهار. كما أعرب كل من الرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية من الرئيس السيسي، معربين عن أطيب الأمنيات لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم.